أطلالة العيد بتهم كل الصبايا، تفاصيل كتيرة من الشعر للمكياج والتياب، بس اليوم خصصناه للأظافر لنعرف أكثر الديزاينات الترند لهذا الموسم، من الجل للجل بلج وغيرها كتير. طبعا كمان رح نشوف كيف نحافظ على الظفر من الفطور وغيره. هالشي رح يكون مع خبيرة الأظافر غفران عبيد. يلا نروح لنشوف. كيفكم؟ معكم غفران عبيد، خبيرة بمجال الأظافر. وهلأ بما أنه موسم أعياد، إن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين، رح نعمل اليوم ديزاين خرج هذا الموسم ربيعي صيفي، يكون فيه ألوان رائعة بيلبق على كل شيء، يلبق على كل تيابكم شو ما لبستوا، إن شاء الله رح تحبوه. هلأ هون عنا نحن الأظافر جهزناهن، ورح نعمل اليوم ديزاين فرنش ملون. طبعا نحن فينا نتحكم بألوانه. جهزنا الأظافر أول شيء، ورح نختار بيز يكون نود، لون أساسي يكون لونه نود لحمي، يعني بيطلع كتير طبيعي. غالبا هي الدرجة بتلبق على كل ألوان البشرة. هلأ بعد ما حطينا البيز النود، اخترت انا 5 ألوان يكونوا رايقين لحتى احطهم. طبعا هذا الموضوع اختياري، فيكي انتي تختاري الالوان اللي بيناسبوكي، وفيكي تحددي الدرجة تبعهم. انا اخترتهم باستيل رايقين شوي، وانتي فيكي تختاريهم هيك او حتى تختاريهم الوان فاقعة. رح احط شوي من كل لون حتى اقدر ارسم براحتي. هيك ألواني صارت جاهزة. رح أخذ ريشة رفيعة ورح بلش أرسم. طبعا أنا هون الأظافير عندي البردة تبعهم أوفال مبوزين، فأنا حأرسم خط الفرنش رح يكون على هذا الأساس. طبعا هذا الشيء مانو ضروري إنه يكونوا مبوزين، حتى لو أنت عملتي أظافيرك كت فأنتي فيكي تاخدي خط الفرنش على نفس رسمة البردة. رح بلش باللون الأورانج. كمان ما ننسى انه انتي كمان فيكي تتحكمي بعرض الخط. اذا حبيتي يكون ناعم فينا نعمله رفيع، حبيتي يكون واضح اكتر فينا نسمك الخط. هلا بالايد الثانية انا حابة اعمل حركة هيك خفيفة، انه نحن حنغير ترتيب الالوان باصابع الايد. هذا الشيء هيك بيعمل حركة كتير ناعمة وبيبينوا مميزين اكتر. هلا رح اخذ اللون الثاني. اخذ لون الفوسفوري بس يلي درجته رايقة مو فاقعة، كمان بيعمل كتير اضافة حلوة على الديزاين. طبعا هذا الديزاين ربيعي صيفي، يعني حلو كتير بهي الاوقات، وحتى فينا نكرره ونعمله بالصيف.
مثل ما لنا شايفين نحن خلصنا المرحلة الأولى. طبعاً نحن فينا نكتفي بهيك ونحطه بكوت وخلاص، يعني هو ديزاين كتير ناعم. هذا مثل ما قلت لكم بيرجع للأذواق، يعني فينا نعمل كتير إضافات. من هاي الإضافات فينا مثلا نعمل كونتور ذهبي تحت هالخطوط اللي أنا عملتها، فينا خيار تاني إنه نحنا نعمل الخط أعرض من هيك، خيار ثالث هو اللي أنا هلأ رح أعمله إنه أنا حابة أعمل ديزاين بناسب فصل الربيع، فرح أعمل عليه ورود بيضة صغيرة. هلأ بتشوفوا كيف رح يطلع كتير حلو. طبعا أنا عندي هدول الأدوات، هدول الأدوات هن خصوصي للتنقيط، هن بيجوا بقياسات وأحجام مختلفة، يعني طبعا حتى أنتوا فيكم تجيبوهم وتعملوا فيهم بالبيت لحالكم، فهن بيجوا. هلأ أنا حعمل فيهم الوردات بيجوا بقياسات مختلفة، أنا رح اختار قياس تقريبا وسط، يعني لا كتير كبيرة ولا كتير صغيرة الوردة حتى تطلع معي. طبعا أنتوا إذا حابين تعملوا الوردة أكبر من هيك أو حابين تعملوها أنعم من هيك، فيكم تختاروا القياس اللي بيناسبكم من هدول القطع. مثل ما لنا شايفين وزعت 5 نقط بالضبط. طبعا انا فيني اكتفي هيك وحط بقلبها قلب الوردة وخلاص، وفيني انا اتفنن فيها اكتر. انا بس رح مدها شوي لتطلع الوردة حقيقية اكتر بهاي الطريقة. اعمل وردة تانية على الضفر يلي جنبه، هلأ هون رح اعمل وردة تانية صغيرة. هلأ كتير موضة انه نحنا نعمل اختلاف بالايدتين بس بطريقة تكون متناسقة مع بعضها، بيطلعوا مميزين اكتر. اخذ اللون الاصفر وبهي الطريقه بتكون اكتملت معي الورده. هلا رح اعمل اضافه بسيطه اللي هي اني انا رح اختار لون جليتر ذهبي احطه بطريقه كتير ناعمه. فينا نعمله فضي، فينا نختار اللون اللي بدنا اياه، بيعطي ضوء للديزاين اكثر. رح اختار اصبعين بالايد الثانية، اخترت غير اصبعين. هلأ تقريبا هيك فينا نقول انه نحن وصلنا للمرحلة الاخيرة، الديزاين اكتمل، باقي نحط الطبقة الاخيرة اللي هي توب كوت اللي هي بتخلي الضفر يلمع اكتر وبيضاين لفترة طويلة اكتر وبيعطي جمالية اكتر للديزاين. مثل ما لنا شايفين بيكون خلص الديزاين لليوم، ربيعي بامتياز، فينا نعمله بهذا الوقت، بيلبق على كل شيء وتقريبا بيلبق على كل الوان البشرة. ان شاء الله تكونوا حبيتوه وان شاء الله يكون عجبكم. الجل بوليش والجل اكستنشن. الجل اكستنشن هو تطويل الاظافر، يعني صبيه اللي ما عندها اظافر ابدا نحن بنعمل لها اكستنشن، بنعمل لها وصله وبنطول الظفر فيها. الجل بوليش هو لون ثابت على الاظافير الطبيعيه او على تركيب او على اكستنشن ما في مشكله، بس جل بوليش يعني بس لون ثابت تقريبا بيضاين 20 25 يوم.
الجل هو مادة الجل البلدر اللي حكينا عنها، نحن حنستعملها للجل اكستنشن. هي مادة متينة، بتعطي صلابة، بتعمل كفر على الضفر فبيبطل يتكسر. وهي المادة كل 20 يوم بدها متابعة. السبب الأساسي الأول بالفطور هو طريقة الشغل. الصبية اللي عم تشتغل ممكن تضرب لها أضافيرة، كمان الأضافير بينسموا، مثل الشعر أحيانا بتقصيه بينسم بيبطل يتول، نفس الشيء الأضافر. تاني شيء المواد اللي نحن عم نستعملها، المواد تكون كواليتي كتير عالية وتكون كتير منيحة. والأهم من شيء إنه نحن ننتبه لما عم نعمل جل أو جل بوليش إنه نحن عم نحط مضاد فطريات. هذا الشيء بينحط اسمه بوند أو برايمر، هذا بنحطه قبل ما نطبق أي شيء على الضفر. المواد أو الإيد عم تتعرض لأشعة فوق البنفسجية بس بتركيز كتير قليل، وهي عم تتعرض بقلب اليوفي لمدة 60 ثانية 120 ثانية، مو أكتر من هيك أبدا، يعني دقيقتين. ففعليا أنت عندك الضفر هو يلي فايت على الجهاز، لأنه هي الأشعة فوق البنفسجية هي يلي بتحول مواد الجل من مواد سائلة لمواد صلبة.